اذكر شيء يمشي دون أرجل. مياه. اذكر جملة يقولها الناس في العيد. كل عام وانت بخير. ماذا يقول لك بائع المحل عند دخولك؟ بماذا أخدمك؟ اذكر شيء يعلق بالسقف. ثريا. اذكر آلة موسيقية تحتوي على أزرار كثيرة. بيانو. برافو 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 برافو. الله الله. خلينا نشوف النقاط. أستاذ علي، سألتك 5 أسئلة. الأسئلة 25 ثانية جاوبت عليها إجابات أنا أتوقعها شخصيا كانت دقيقة والحمد لله، بس خلينا نشوف النتائج لأنه الكمبيوتر ما تعرفه يعني من غير احتمالات. بالضبط. إذن خلينا نشوف. السؤال الأول كان اذكر شيء يمشي دون أرجل. قلت المياه مو الماء، المياه. نعم. والمياه. نعم. اضرب. حلو حلو. لا حلو 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 حلو. شوف يا أبا شوف. السؤال الثاني كان اذكر جملة يقولها الناس في العيد. هاي سهلة. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. واحد نقطة. السؤال الثالث، ماذا يقول لك بائع المحل عند دخولك؟ ايش قلت له؟ بماذا اخدمك؟ بماذا اخدمك؟ نعم محتاج شيء. مضبوط مضبوط مضبوط. 24 نقطة، 87 نقطة الآن، وإحنا رايدين من عندك 100، وإذا زيادتها حتى تخفف عن إحسان. خلينا نشوف. السؤال الرابع كان اذكر شيء يعلق بالسقف. فش قلت؟ ثريا. عجيب. الثريا. وهل هناك أي الله 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 الله. 21 نقطة. برافو عليك يعني أبو حسين. 108 نقطة صارت يعني. خففت هواية عن أخوك حسان دعدوش. السؤال الخامس هو اذكر آلة موسيقية تحتوي على أزرار كثيرة. قلت البيانو. بيانو. البيانو. والبيانو أزراء. الله. حلو. مبروك. 39 نقطة. مبروك. تفضل. حلو فريق الفنانين. صدق فريق حامضي. اذكر شيء يمشي دون أرجل. الدخان. اذكر جملة يقوله الناس في العيد. عيدكم مبارك. ماذا يقول لك بائع المحل عند دخولك؟ تفضل اخويا. اذكر شيء يعلق بالسقف. مروحة. اذكر آلة موسيقية تحتوي على أزرار كثيرة. أورج. صح.